اهلا بحضراتكم مشاهدينا الكرام للجزء الثاني من حلقه النهارده اسمحوا لي ارحب بضيفي في الاستوديو الاستاذ الدكتور ابراهيم فارس عميد كليه الطب البيطري بجامعه قناه السويس اهلا بك اهلا محمد اهلا ومشاهدي تلفزيون القناه ربنا أهلاً يخليك اهلا وسهلا. الحقيقه لفت نظري الخبر اللي شفناه بتاع الدكتور ممدوح غراب رئيس جامعه قناه السويس اللي حضر حصاد 17 فدان قمح في كليه الطب البيطري. الاول انا افتكرت المساله غلط ربما يقصدوا كليه الزراعه انما تاكدوا انها كليه الطب البيطري ايه العلاقه ما بين الطب البيطري والقمح والله يمكن علاقه الى حد بعيد بدات لما بدانا في المزرعه التعليميه البحثيه وبدانا نطور فيها ويمكن لما تحملنا مسؤوليه الامانه وضعنا في عاتقنا مبدا لابد ان كل مسؤول يمسك المؤسسه بتاعته وهو التخطيط <applause> يمكن اللي يبص على مزرعة كلية الطب البطري احنا في جانبين كنا بنركز عليهم في الفترة الماضية ألا وهما التعليم الناحية التعليمية والناحية البحثية ونظرا يمكن للتطور اللي حصل في الجامعة في الفترة الأخيرة بعد يمكن مع تولي الدكتور ممدوح ودفعه عجلة التنمية داخل جامعة تنسوس إذا صح التعبير وتشجيعه لنا ان احنا نطور من المنظومه من ناحيه تعليميه وبحثيه الى ان ندخل في اطار الانتاجيه. فبدانا في اصلاح المساحه الكبيره اللي هي متاحه لينا عشان نغطي غذاء الحيوان اللي احنا بنربيه بالاساس كنا للثروه الحيوانيه الخاصه بتدريب الطلبه وبالعمل البحثي. النهارده دخلنا في منظومه انتاجيه بدات تؤتي ثمارها يمكن وعشان كده قلنا حصاد الخير واللي يعني زارنا فيه وكنا سعداء بوجود معالي رئيس الجامعه في موسم الحصاد اللي هم بالفعل 17 فدان فالمنظومه بدات في التطور والتطوير بعد ما مسحنا هذه المساحه وسويناها وبعد كده عملنا بئر ارتوازي م. وبدانا نبدا بالمنتج اللي ممكن ياخد شقين الشق الاول هو انتاج ثمره يمكن بيحتاجها كل المصريين واحنا في مرحله فارقه من عمر الوطن، اتصور ان احنا لابد كلنا نفكر هذا التفكير. النقطه الثانيه اللي انا هبيعها على اساس انها تدر عليا بعض الاموال اللي ممكن ازود بها الثروه حيوانية النقطه الثانيه وهي ان انا باخد القش بتاع القمح اللي انا بحوله الى علف حيواني بستثمره بالنسبه للحيوان فيقلل الطاقه الاستيعابيه والاستهلاكيه مني من موارد ماليه عشان اشتري علف وما الى ذلك. تمام يعني نزرع قمح نجيب بيه فلوس وناخد التبن ناكله للحيوانات اللي عندنا. بالظبط. تمام ونوفر عيش وخبز لاهلنا وناسنا في هذه المرحله اللي احنا لا يخفى على حضرتك ان احنا بننتج من القمح او بنحتاج استيراد بعض القمح حتى نوفي حاجه المواطن من الرغيف بتزرعوا القمح كان في اي تعاون مع كليه الزراعه ولا اعتمدتوا على انفسكم واعتبرتوه تحدي لكليه الزراعه؟ والله مش القصه في الجامعه مش بتاخد منطقه تحدي اكثر منه اللي هي التعاون ان احنا بنتعاون يعني بنتعاون معاهم في الثروه الحيوانيه وبتعاونوا معانا في الناحيه الزراعيه ولكن كلهم بيجتهد زي ما بيقولوا كده الضغط الرحيم يعني بمعنى ان احنا كلنا بنضغط على بعض عشان نتنافس فنلتقي فنرتقي بس انتوا حققتوا انتاجيه توصف بالعاليه 220 اردب على 17 فدان اه ده حقيقي دي انتاجيه تساوي يعني هل حققتوا فيها رقم جديد ولا متفقين مع الارقام المسجله؟ والله انا انا بقول ان احنا مش انا ما ببصش النهارده ان انا حققت رقم جديد او ما حققتش رقم جديد انا بقول ان انا استغليت المساحه المتاحه ليا واستغلتها استغلال جيد جدا ان انا وفرت لنفسي موارد مالية أستطيع من خلالها أن أنا أعمل تدوير لهذه الموارد المالية م. في الحتة بتاعتي اللي هي الثروة الحيوانية ووجدت لنفسي غذاء حيواني من المصادر ده أنا مش عايز أقول أقول لحضرتك أن أنا من دلوقتي بخطط بعد القمح أنا هزرع ذرة الذرة ده هيتكون منه حاجة بنسميها سيلاج اللي هو العلف الحيواني بقطعه في استغلال للأرض الزراعية ويمكن دي أول مرة في تاريخ كلية الطب البطري يحدث هذا الحدث ودي يمكن حاجه بنفخر بيها ويمكن عملنا الاحتفاليه اللي يمكن تابعها مجتمع الجامعه في الفتره الماضيه ان احنا استغلينا المساحه اللي ما كانتش مستغله وبدانا يعني ننتج منها ونستغلها خير استغلال بتزرعوا بمين يعني هل الطلبه دور في في هذه الزراعه ولا الطلبه دورهم بس مقصور على التعامل مع الحيوانات والدواجن لا الطلبه دورهم مقتصر على التدريب والتعلم بالنسبه للحيوانات ده في المستوى البكالوريوس م. انما في مستوى الدراسات العليا فبيجروا الابحاث بتاعتهم على برضو الحيوانات اللي موجوده في المزرعه في اللي هي الغرف الخاصه بالبحث انما الزراعات اما الزراعات فهي ليها العمال والعماله اللي موجوده في كليه اه يعني البطريق. يعني ما, ما بتدخلوش فيها الطلبه الخ... لا الناحيه الزراعيه ما بيدخلش فيها طالب الطب البيطري تمام فيما يخص الدواجن والثروه الحيوانيه ايضا انتم مش بس مقتصرين على الناحيه العلميه والبحثيه بس برضو شغالين بشكل انتاجي يعني انا شايف في لسه هسال حضرتك فيما بعد ازاي بتوزعوا ده والى اي مدى المجتمع الاسماعيلي ممكن يستفيد منه انما في طاقه انتاجيه يعني عندكم ارقام اذا كانت صحيحه 1500 فرخه او 1500 دواجن وفي بط وفي ارانب بارقام ايضا مش كبيره انما انما ارقام مش دراسيه كمان ما توحيش بالدراسه يمكن انا قلت لحضرتك ان احنا الجانب التعليم والجانب البحثي احنا منتهيين منه ووصلنا فيه لمرحله يعني الى حد ما احنا راضيين عنها م. انما الجانب الانتاجي احنا في بدايه الطريق ويمكن زي ما قلت لحضرتك ان في الفتره الماضيه استطعنا ان احنا نثبت وجودنا داخل المجتمع الجامعي من ناحيه المنتج بتاعنا اللي هو في صوره اللي حضرتك مشكورا الاعداد اللي موجوده وهي ارقام صحيحه احنا في عيد الاضحى بنوزع اضاحي على المجتمع الاسماعيلي والمجتمع داخل الجامعه بيجوا يشتروا من عندنا اضاحي عندنا حضرتك الثروه دارجينا ويمكن الارقام اللي موجوده عندك دي المتاحه حاليا يمكن بعد شهر بالظبط هيتم افتتاح عنبر دواجن ب 3000 كتكوت اعتقد هيتيح الفرصه لينا ان احنا ننتقل من التوزيع داخل مجتمع الجامعه الى مجتمع خارج الجامعه. م. المشروع الكبير اللي بيدعمنا فيه رئيس الجامعه في الفتره الحاليه هو ان احنا بصدد توريد عدد 500 عجل النوع بتاعه أنجوس اللي هي بالتعاون كبرتوكول تعاون بيننا وبين مشاريع التنميه في القوات المسلحه. هنجيب هذه الحيوانات عشان نستغل بقى الارض الزراعيه. <applause> ونستغل الخبرة بتاعة أساتذتنا في الجامعة اللي هي بتشرف على الثروة الحيوانية ونستطيع أن احنا ننتج منتج يستطيع أن هو يعني نقول إيه يوفر اللحم الأحمر للمواطن الإسماعيلي بسعر رخيص من خلال المنافذ اللي يمكن كان في أول زيارات معالي المحافظ لجامعة قناة السويس كان شرف لينا أن هو يزور مزرعة كلية الطب البطري هو الأستاذ دكتور ممدوح غراب وكانت حاجه يعني اثارت اعجابهم ويمكن من خلاله هيتم التعاون في ان احنا يكون لنا منافذ خارج الجامعه احنا لسه كل... مالكوش يعني لا لسة... احنا لينا احنا لينا منفذين المنفذ الاول داخل الكليه م. بيخدم الكليه اعضاء الكليه مجتمع الكليه او مجتمع الجامعه م. ولينا منفذ ثاني بيطل نافذه منه على المجتمع الاسماعيلي ده بقى خلف بنك الاهلي مباشره ودي منافذ الحقيقه يمكن الجامعه اشادتها للكليات المختلفه حتى تتنافس في انها تؤد تقدم للمجتمع الاسماعيلي وللجمهور خارج اطار الجامعه المنتج بتاعها سواء كليات الطب البيطري او كليه الزراعه او كليات بالعريش او كليات السياحه والفنادق الكل بيتنافس بحيث ان هو بيقدم لمجتمع الجامعه والمجتمع الخارجي في في يعني اول حاجه ممكن تتبادر لذهن اي حد يتعامل مع المنتج خارج من كليه الطب البيطري ان هو ربما يظن انه اكثر امنا من من اماكن اخرى لا سيما في مجال الدواجن يعني في الفراخ دايما الناس بتخاف من الاعلاف اللي بتاكلها الفراخ بيتخوفوا ايضا من من الفتره اللي بيقعدها اللي الكتكوت لغايه ما يبقى فرخه انها شايفين انها فتره قصيره جدا ومن ثم المنتج في الاخر بيبقى مش محل ثقه الى اي مدى تعتقد انه الجامعه بالفعل بتحرص على هذا الامر انها تقدم للناس منتج ما هوش او خليني اسال بشكل مباشر منتج مختلف عن اللي موجود في السوق يعني انا عايز ازيل كلمه الظن ولكن اقول التاكيد م. ان المنتج اللي بيخرج من خلال منافس كليه الطب البيطري هو امن وسليم للجمهور ولمجتمع الكليه ومجتمع الجامعه. يمكن عايز اقول لحضرتك انا انا على المستوى الشخصي منذ بدات الكليه في انتاجيتها انا ما حاجه من بره. بشتري كل المنتجات بتاعتي من الداخل. م. انا عايز اقول لحضرتك ان احنا التطور والتطوير المستمر اصبح لدينا بروتوكول تعاون مع بعض الشركات اللي هي في التصنيع الغذائي ويمكن انا في برنامج تلفزيوني مش هقول اسم الشركه اللي احنا بنديها المنتج بتاعنا باشراف كامل على الاداء الصحي والتغليف والصناعه من عندنا من قسم الرقابه الصحيه على المنتجات وبيكون عليها البادج بتاع الجامعه والبادج بتاع الشركه لان ده حقها وبيوزع في في المنفذ بتاعنا انا بقول لحضرتك ان يمكن كل المنتجات بتاعتنا مش عايز اقول انها بتنفذ داخل الجامعه وان نادرا ما بيبقى شيء يومي وبتتم من يعني المجتمع داخل الجامعه بيقبل عليها اقبال شديد جدا جدا. ليه؟ للثقه وللتاكد من ان السعر مناسب بالنسبه او يمكن اقل من المنتج خارج اسوار الجامعه. الحقيقه حضرتك عميد كليه الطب البيطري بس انا ما اعرفش تخصص حضرتك ايه في الطب البيطري انما مساله الفراخ دايما بتشغل الناس. ف الناس إلى أي مدى تراهم محقين في تخوفاتهم؟ مسألة الـ 45 يوم هل هي بالفعل فترة كافية إنه الكائن ده يتحول من كتكوت 5 سم لفرخة وزنها 1100 أو 1200 جرام؟ إيه يعني إزاي الكلام ده ممكن يكون منطقي أو بطب مطمئن؟ بطبيعة الحال هي صناعة الدواجن هي اللي وصلتنا لهذه المرحلة إن إن الدورة الداجنة بتاخد 45 يوم. من الكتكوت الى ان يصل الى سعر البيع او الوزن بتاع البيع مم. كل كل نوع من الانواع له وزن محدد ممكن يصل الى إليه الكتكوت ان احنا لو لو قسنا هذا بالبلدي اللي هو الفراخ البلدي هنقول ان ده يمكن كتكوت ال 45 يوم هو هيفضل كتكوت, كتكوت انما كتكوت انما, آه. إنما ال 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 مع وسائل التغذيه الحديثه مع نسبه البروتين العاليه في الاعلاف فنسبه التحويل الغذائي في هذا الكتكوت في هذه المسافه العمريه الصغيره بيكون سريع جدا ومرتفع جدا بيؤدي الى ان احنا نوصل بالاوزان زي ما حضرتك بتشوف هل ده بقى امن ولا غير امن لا امن جدا امن جدا لانه يعني مصدر بروتين من المصادر الامنه جدا م. هي بتعتمد الامن والسلامه على جزئيه هي هو بياكل ايه م. هو الغذاء اللي بياكله ايه زائد ان ان, إن ما بيدخلش بيد في وسيله التغذيه اي هرمونات او اي اشياء وانا بضمن للمستهلكين في منطقه اسماعيليه اي منتج من كليه الطب البيطري انه يكون فعلا امن وسليم ويمكن سعره اقل من اي منتج خارج ال هل هل لكليه الطب البيطري اي دور في الاشراف على المزارع الدواجن اللي موجوده؟ هل بيتم الاستعانه باي خبراء من عندكم في هذا المجال او من مديرية الطب البيطري في الإشراف أو تحري صلاحية هذه المزارع؟ آه يمكن يمكن في الكليه يمكن آه انا آه جدير بيا ان اقول النهارده ان كليه الطب البيطري هي الكليه الثانيه التي حصلت على الجوده على مستوى جامعه قناه السويس بعد الكليه الاولى هي كليه الطب البشري ثم كليه الطب البيطري وده بيؤكد لينا يعني بمنطق الجوده ان هذه الكليه يعني قد استوفت من المعايير الاكاديميه مما يصل بها الى مرحله الجوده وبناء عليه بنقول إن, ان اذا كان المنتج بتاعها كخريج وكبحث علمي وكخدمه للمجتمع دي في خبراء جم يعني زي ما نقول كده عملوا تشيك اب عليها من الهيئه القوميه لضمان جوده التعليم والاعتماد وزي ما بنقول اي مؤسسه تعليميه بحثيه لابد ان يكون فيها ثلاث زوايا الزاوية الأولى هي الخريج بتاعها، الزاوية الثانية هي البحث العلمي، الزاوية الثالثة هي خدمة المجتمع. فخدمة المجتمع ويمكن جامعة قناة السويس قاطبة عندما أنشئت أنشئت وهي متجهة إلى المجتمع. صحيح. ويمكن ده اللي استدعى أن يكون في كل كلية في وكيل كلية لخدمة المجتمع وتنمية البيئة. وأصبح لدينا نائباً لرئيس الجامعة لخدمة المجتمع وتنمية البيئة. وده دلالة كافية على أن منظومة التعليم في مصر بتنظر إلى المجتمع نظرة ساقبة وبناء عليه بقول لحضرتك تماما أن احنا في تعاون كامل ومستمر بيننا وبين مديرية الطب البيطري الكلية بتقوم بدورها الكامل في أنها تكون البيت الخبرة لكل منتجي الثروة الحيوانية ولمديرية الطب البيطري بنقيم الندوات بنقيم المؤتمرات بنقيم كل ما يطلبوه من الكلية من خلال اساتذتنا في التخصصات المختلفة والمتعددة عندنا معمل مركزي يمكن لما بيحبوا يحللوا بعض الـ الـ الاشياء بيعودوا للكلية عشان يحللوا هذه الاشياء عندنا مجزرين يمكن م. مجزرين مش بالقوة الكبيرة بس يكفي ان كلية من كليات الطب البطري تحتوي على مجزرين بيخدموا الطالب في عملية التعليم والتعلم والتدريب وبيخدموا المجتمع الاسماعيلي في عيد الاضحى ان بعض الزملاء اللي بيشتروا مننا الاضاحي بيجوا وبنجيب لهم الجزارين وبيكون يوم او يوم ايام بتوع عيد الاضحى يعني كعيد عندنا وعرس بنحتفي كلنا بيه داخل المجزر في ان احنا بنقضي شعيره من شعائر الله سبحانه وتعالى. في في مجال التعاون مع المجتمع هل هل يجوز انه كليه الطب البيطري آه أن تساعد أو تتبنى فكرة إعادة تربية الدواجن في الأسرة الريفية يعني حضرتك عارف إن الريف زمان كان منتج وهو اللي تمام بيكتفي ذاتيا إن لم يكن بيصدر الفائض إلى المدينة الآن أصبح معظم الريف سواء في الإسماعيلية أو في غيرها بيعتمد على الفراخ المجمدة زيه زي أبناء المدينة في يعني هل ممكن للاسره انها ترجع تاني في مساحه صغيره لان المساحات ايضا اصبحت متقلصه، الناتج الارض ما بقاش بيكفي، ازاي ممكن اسره ريفيه تقدر تعمل مشروع لتربيه دواجن او تربيه ارانب او تربيه حاجه تدر عليها دخل وتكفيها ذاتيا بخبره كليه الطب البيطري؟ والله ده يمكن الترند او الاتجاه المفروض كلنا نسعى اليه وده اللي ممكن يوفر المنتج الحيواني اللي يوفر يعني زي ما اقول كده المنتج ويقلل سعره بس لابد ان يكون في شروط وشروط مم. قاسيه زي الشروط القاسيه هي الاشراف البيطري على هذه المزارع بعد غزو بعض الامراض المشتركه زي انفلونزا الطيور اللي, اللي استطيع ان نقول مثلا موجوده في مم. مصر وبالتالي لابد يكون هناك اشراف بطري مستمر على هذه المزارع حتى وان كانت صغيره داخل البيوت في القرى او في مساحات صغيره. يمكن ده ده بيخلينا نحط ايدينا على على احد النقاط اللي احنا بنفكر فيها ماليا في الفتره الحاليه داخل الكليه مم. ان احنا نكون حاضنه لمثل هذه المزارع الصغيره او المشاريع الشبابيه الصغيره واللي احنا من خلال تفريخ يمكن الاتجاه بتاعنا كان للسمان لان الدوره الانتاجيه بتاعته قصيره المدى م. وممكن عائد الربح يكون سريع بس بنفكر جديا ان احنا نبدا مشروع ونوات مشروع بحيث ان احنا نخاطب الشباب ونخاطب الاسر ان احنا لان المشروع بياخد مساحه ضيقه مشروع السمان تربيه, السمان. تربية آه. السمان وبالتالي ممكن نوفر يعني منتج حيواني هايل جدا وممكن يكون مشروع يدر الربح ويكون بدايه تنميه داخل المجتمع الاسماعيلي. ده ده ممكن يكون متاح للشباب باي باي شكل يعني اللي عايز يعمل حاجه زي كده هيتكلف اي تكلفه ماليه في الاستعانه بيكم ولا ولا هتبقى خبره مجانيه ولا ايه هو المشروع في حد ذاته في اطار لسه التخطيط لي بس هي مم. القصه ما بتكلفش كتير لان مم. هي بطاريه وعدد من السمان بياخده بيربيه الدوره بتستمر ما يقرب من حوالي 28 يوم مم. وبيستثمر السمان اللي هو اللي هو رباه وبالتالي احنا بصدد ان احنا نخطط للمشروع بحيث ان احنا نتيح التدريب م. للخريج مثلا او للشخص اللي هو عايز يدخل في هذا المشروع وممكن نتيح ليه البطاريه اللي من خلالها ممكن مع استمرار التربيه ممكن يرد لنا المبلغ بتاع كويس. اللي هي الكيج ده او المكان بتاع التربيه مع طول المشروع. كويس يعني هي فكره إن انه انه يكون في حاجة تساعد الشباب على إيجاد فرصة عمل أعتقد أنه ده يكون شيء إيجابي جدا في الوقت الحالي تحديدا لأنه الشباب كتير مش لاقيين شغل وفي نفس الوقت مسألة أنه يلاقي حاجة في حد هيبقى بيت خبرة بالنسبة له من غير ما يكلفه كتير يعني ممكن يرد التكلفه الفعليه انما ما يدفعش اكتر من كده ده شيء يبقى ممتاز واعتقد ان المحافظه كمان ممكن لو استعنتم بيهم ممكن هم يكونوا نقطه الوصل او حلقه الوصل ما بين الشباب الراغبين وما بين حضراتكم بحيث انه يوفروا المساحه المعرفه يعني. احنا على ابواب امتحانات الثانويه العامه. و عارف إنه, انه الطلبه الكليات عندهم مصنفه كليات قمه وكليات قاع وما فيش حد بيفكر أنه الافيد أنه اللي السوق محتاجه يعني انا محتاج ايه علشان الاقي شغلانه بصرف النظر عن الكليه اللي انا هدخلها كليه الطب البيطري في اعتقاد كتير انها خريجيها ما بيشتغلوش وانه معظمهم بعد ما بيخلص كل الطب البيطري بيروح ياخد دورات في الادوية علشان يشتغل مندوب في شركة ادوية او يشتغل في شركة ادوية بالفعل هل الاعتقاد ده صحيح وهل حضرتك كعميد كلية طب بيطري شايف ان الطلبة اللي انتم بتاخدوهم اكتر من اللي السوق محتاجهم يمكن انا بشكر حضرتك على السؤال الرائع اللي حضرتك اتحت لي الفرصة نتكلم فيه واللي انا بقول يمكن لاولياء الامور والأسر والأبناء الطلاب في السنة العامة لابد أن نغير من نوعية تفكيرنا ولابد أن لا ننظر للكليات بص أنت أنت بتحب إيه وأنت عايز إيه وأنت عايز تكون مين في المستقبل وبناء عليه اختار الكلية اللي, تتيح ليك أنك أنت تكون من تريد أن تكون ولابد انك انت مش ف... مش اللي السوق محتاجه مش ال... يعني خلينا نتكلم ممكن ابقى نفسي اكون طبيب والاطباء مش لاقيين شغل مثلا يعني, يعني انا هقول لحضرتك حاجه في نسب بتتجه الى اللي السوق محتاجه مم. ده 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 وارد جدا وده الاغلبيه اللي بينظر لذلك انما انا بقول له روح للحته اللي انت شايف نفسك فيها للكليه اللي انت شايف انك انت هتبدع فيها مم. لان المبدعين قليلين جدا نسبتهم في العالم قليلين جدا لما انت تروح للمكان اللي انت حابه يعني هتحبه وهتبدع فيه انما انا عايز اقول لحضرتك بالنسبه لخريجي كليه الطب البيطري احنا عندنا في حفل بيسمى حفل الخريجين والتوظيف ومنطقه التوظيف ده بنقيمه كل عام في نهايه العام للطلبه اللي هم في المرحله الاخيره البكالوريوس بعد يعني بعد ما تنتهي النتيجه كويس بنستضيف فيه اللي هم كل الناس اللي ممكن يستوعبوا خريجي كليه الطب البطري في الوظائف بتاعتهم من شركات أدوية زي ما حضرتك قلت من, من من شركات تصنيع غذائية من شركات إنتاج حيواني بنستضيف الكل وبنستضيف أبناء الطلاب نحتفي بيهم وبنديهم نكرمهم وبنقول للشركات والله إحنا عندنا أولاد هم بيساهموا في تدريبهم في مراحل في السنوات يعني عندنا تدريب صيفي بيروحوا للمناطق دي بيتدربوا عندهم فبالتالي بيتعرفوا على الطلاب وبيتعرفوا على نسبة منهم فبتطرح بتطرح بعض الشركات انها عايزه من كليه الطب البطري انا عايز اقول لحضرتك المساحه اللي احنا بنقول عليها المساحه العدديه بالنسبه للحيوانات والنوعيه بالنسبه للحيوانات غير متاحه في اي كليه طب بيطري على الاطلاق على مستوى جمهوريه مصر العربيه في التدريب العملي يعني. في التدريب العملي وبالتالي الخريج عندنا زائد العدد انا بقول لحضرتك ان عندي الفرقه او الدفعه ممكن لا تزيد باي حال من الاحوال عن 120 150 طالب ده فصل خاص بالنسبه لكليات الطب البيطري الاخرى اللي هي في وسط الدلتا اللي ممكن يكون إن العدد فيها يتعدى ال 800 وال 1000 في الفرقه الواحده وبالتالي انا بقول المنتج بتاعي الخريج بتاعي الاوت بوت بتاعي ده يعني حاجه يعني زي ما كده ويل سكيلد مهاره عاليه لانه بيشتغل بايده كل طالب بيتاح لي الفرصه انه يشتغل بايده وبالتالي انا بقول لحضرتك ان تقريبا تقريبا متوسط 70 الى 80% في المية من الطلبة الخريجين من كلية الطب البيطري بيجد لنفسه مكان في السوق مجرد ما يحصل على الشهادة بتاعته. بس بصراحة ك كاستاذ جامعة أولًا، قبل ما تكون في طب بيطري أو أو في غيرها. حضرتك شايف إنه إنه فكرة إنه طالب يروح للحتة اللي نفسه فيها، اللي نفسه يدرسها، متحققة بشكل أو بآخر مع وجود مكتب تنسيق مربوط بدرجات وقيم معينة بتتطلبها كل كلية؟ وكم واحد دخل كليه طب بطري جامعه قناه السويس وهو يرغب بالفعل انه يكون طالب في كليه طب بيطري؟ بالتاكيد يعني نسبه ضئيله جدا ان ان حد يروح في الكليه اللي هو عايزها او الكليه اللي هي بيرغب أنه يروح فيها ومكتب التنسيق هو اللي بيتحكم في زي ما بيقولوا مصير ابنائنا الطلاب ويمكن نص درجه او درجه بتحول طالب من من انه يكون في حاجه هو نفسه فيها ويروح في حته هو لا يرغب فيها. إنما خلينا نتفق إن يظل مكتب التنسيق هو الوسيله الوحيده العادله بين جموع الطلبه في التصنيف على الكليات المختلفه. وإن أصبحت الجامعات تتيح من أبواب أخرى بعض الملامح لأصحاب الرغبات. يعني أنا عايز أقول إن في في جامعات خاصه. ممكن الطالب يدخلها في اتجاه جديد داخل الجامعات الحكومية لإنشاء جامعات أهلية تستطيع أن يعني تقف في وسط الطريق بين الجامعات الخاصة والجامعات الحكومية للطالب اللي هو ما استطاعش بنسبة درجات تصل إلى 5% أنه هو يروح الكلية اللي هو عايز يروحها بس ولي الأمر لا يرهق ماديا بالكم المبالغ فيه من الجامعات الخاصة مم. فالجامعات الأهلية ده اتجاه اللي هي الجامعات الغير متجهة للربح هو الاتجاه اللي هو ممكن يتوح يتيح لأبناء الطلاب إن هم يروحوا في المكان اللي هم عايزينه واللي يرغبوا فيه مم. لأن الفرق بيكون بينه وبين الكلية اللي عايز يروحها حوالي خمس آلاف خمس خمسة في المية من الدرجات مم. وبناء عليه التوجه داخل الجامعات هو الإتاحة للجميع لأن يصل إلى ما يصبو إليه ويرغب فيه مم. طبقا لرغباته وطبقا لقدراته رغباته اللي هو عايز يعني اي شيء اكون في المستقبل من اكون وقدراته الاسريه والماليه والماديه اللي ممكن يعني حد يروح الجامعه الخاصه وحد يروح الجامعه الحكوميه وحد يروح الجامعه الاهليه اللي بتقف في نصف الطريق بين هذا وذاك. اه تشرفت بلقاء حضرتك بشكرك شكرا جزيلا استاذ الدكتور ابراهيم فارس عميد كليه الطب البيطري جامعه قناه السويس بتمنى لك التوفيق في الكليه ولكل الطلبه اللي داخلين امتحانات الثانويه العامه انهم يلاقوا اللي بيتمنوه في المستقبل شكرا جزيلا لحضرتك واشكركم مشاهدينا الكرام بعد فاصل قصير نستكمل هذه الحلقه شكرا لحضرتك وانا